ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. طبعا انا بعتذر لكم عن الفترة اللي فاتت اللي معرفتش انزل فيها فيديوهات بسبب وفاة عمي محمد شاكر، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، وبتمنى من كل اللي بيتفرج على الفيديو انه يدعي له بالرحمة والمغفرة. عايزة اقول لكم ان ديت رحلة مرسى مطروح اللي انا سافرتها قبل وفاة عمي، وملحقتش بعد كده نزل الفيديو. طبعا الرحلة دي انا كنت طلعاها مع شركة الغد ترافل للسياحة. طبعا انا كنت طلعت معاهم قبل كده كذا رحلة، طلعت معاهم الفيوم والقاهرة، وكل مرة بطلع معاهم الرحلة بيبقى التنظيم، يعني مش هتكلم بصراحة، تنظيم وإدارة وبيهتموا بالتفاصيل جدا. فبصراحة شركة محترمة جدا وأنا بحب أطلع معاهم لأن الرحلات بتاعتها بتبقى كويسة قوي. فطبعا ده الطريق بقى اللي احنا كنا مسافرين فيه، مستمتع اصلا وانا ماشية لان عمالة اتفرج على مناظر حلوة قوي، ودي العلمين الجديدة. ودلوقتي احنا وصلنا الفندق، طبعا وصلنا على الغدا على طول ويدوبك لحقنا، يعني كنا رايحين في الاخر خالص. وبدأوا بقى ينزلوا لنا برضو حاجات تانية جديدة علشان ايه الناس اللي ملحقتش تاكل، فبدأ ايه ان احنا يحط لنا من تاني. طبعا ده بقى الفيو بتاع الفندق، مش قادرة اقول لكم بصراحة المنظر كان عامل ازاي. انتوا شايفين اصلا لون المية، يعني سبحان الله بجد المنظر تحفة قوي. ودي كانت احلى حاجة في الفندق بصراحة، هو الفيو. تقييمي كمان للفندق اديله 7/10. هو بس كان محتاج ان هم يهتموا بالتفاصيل بتاعته، الاوض اكتر، يهتموا بيها اكتر. هو لو اهتموا بالحتة دي الفندق ده هيبقى عالمي بصراحة. بالنسبة برضو للاكل، الاكل اديله 7/10. وبعد كده بعد ما خلصنا الغدا رحنا على شاطئ عجيبة. عايزة اوريكم بقى المنظر من فوق عامل ازاي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده المنظر تحفة، بس للأسف كنا رايحين وقت المغرب. يعني احنا لو كنا رحنا بدري عن كده شوية، بس احنا عشان ايه وصلنا متأخر، فالناس اللي كانت بتتغدى فيدوبك وصلنا على شاطئ عجيبة المغرب. لو كنت كمان وصلت بدري كنت حاولت انزل تحت، بس بصراحة ما قدرتش انزل المسافة دي كلها، واكتفيت ان اتفرج على المنظر من فوق. وبصراحة المنظر كان تحفة قوي. بعد ما خلصنا بقى رحنا على سوق اسمه سوق ليبيا. زي ما انتوا شايفين كده السوق ده بقى فيه كل حاجة انتوا تتخيلوها، والاسعار هناك معقولة، يعني مش وحشة ومش غالية، لا اسعار حلوة. طبعا احنا هنا دخلنا بقى جوه سوق ليبيا. سوق ليبيا ده بيفكرني بزنقة الستات اللي في اسكندرية. السوق ده يعني في شوارع ضيقة قوي، يعني ما ينفعش كذا حد يمشي فيه، لا لازم تمشي ورا بعض كده. والسوق ده مليان كمان عطارة، يعني محلات للعطارة، اغلبه محلات للعطارة زي ما انتوا شايفين كده اهو. وعاوزة اقول لكم ان بصراحة كمان الناس هناك ذوق جدا، يعني في كل حاجة معاملتهم حلوة، ويحبوا ويتكلموا معاكوا وينصحوكوا تشتروا ايه. يعني انا بصراحة ما شفتش كده في اي حتة تانية، واتبسطت من البلد. جماعة احنا دلوقتي في سوق ليبيا. طبعا انا اول ما دخلت المكان هنا الناس بصراحة معاملتها حلوة جدا وذوق جدا، وبيرحبوا باي حد بيدي كده على طول هدايا. ف يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس هم ناس كويسه جدا. ده فرش اسمه فرش حميده. اسمه فرش حميده. اول دخلت سوق ليبيا هتلاقوا فرش رقم 2، شارع رقم 2 هتلاقوا فرش اسمه نعناع وليبيا. تكات ليبيا وسيما. صبح الفيل. بقى. حاجة هيك.
ملوخية جبلي، نعناع برضه، ملوخية ملوخية جبلي سعيدة، في نعناع بس ملوخية ونعناع وشيح. تمام. في شيح ده بتاع الغليان، بتاع المرة الديدان، مكروب الحلزوني، ده بتحب يشرب عليه. يعني انت ده يا جماعه كان يومي النهارده، وده كان اول يوم ليا في مرسى مطروح. انا بس عايزه اوريكم المنظر اللي انا شايفاه قدامي دلوقتي عامل ازاي. بصوا شايفين طبعا الزحمة، وطبعا اللي ورا ده كده البحر، وكل ده بقى ايه الزحمة. انا لو طلعت كمان في اوضة تانية ممكن اوريكم المنظر كله بقى، الشارع كله. الشارع حلو قوي وزحمة جدا، بس بصراحة يعني الاجواء جميلة مش وحشة اهو. وده كان يوم النهارده، فاول يوم بقى في مرسى مطروح. ف تعالوا نشوف برده ايه الايام التانية هيبقى فيها ايه، فتابع معايا الفيديو للاخر. وطبعا ده كان تاني يوم لينا في الفندق. عايزه اقول لكم ان بجد الفطار كان تحفه جدا. انتوا بقى بتروحوا تاخدوا كل حاجه انتوا عاوزينها، يعني هنا بتاخدوا الفول والجبنه بطماطم والعيش، وكان البيت بقى زي ما انتوا حابين. ممكن اي حاجة يعني انتوا حابين تضيفوا عليها، بتتفقوا بقى مع الشيف اللي بيعمله لكم. ممكن تعملوا اومليت، اي حاجة بقى انتوا عاوزينها. طبعا بقى هنا وصلنا لشاطئ الابيض. بصراحة ده احلى شاطئ انا روحته في حياتي. عارفين انتوا زي ما تقولوا كده مالديف مصر، ما شاء الله. يعني سبحان الله بجد المية تحفة جدا. انا حسيت نفسي ان انا في حمام سباحة. ما شفتش مية في جمالها كده. يعني انا لو حطيت المية في ازازة مية معدنية هتحسوها مية معدنية بجد من كتر جمالها. فما شاء الله المية كانت تحفة جدا وصافية كده وهادية، وانا حبيت المية قوي هناك. شايفين يا جماعة جمال المية عاملة ازاي؟ ما شاء الله تحفة جدا، يعني مش محتاجة اتكلم كتير، المنظر باين قدامكم طبعا. صراحة مفيش احلى من كده ما شاء الله. يعني سبحان الله كده المية منها جميلة قوي قوي قوي، بس الشمس قوية قوي، مش راضية اقلع هنا بقى. تقدروا تاخدوا احلى صور، تاخدوا صور جامدة جدا. اهم حاجة يكون معاكوا ايه الصن بلوك، عشان الشمس قوية جدا هتتحرقوا فعلا، فلازم تجيبوا معاكوا صن بلوك عشان ايه ما تسودوش وما حدش ياخد لون بقى، الا لو انتوا عايزين تاخدوا لون يعني عادي. ننزل بقى المية. طبعا بعد كده روحنا وجينا على الغدا. الغدا كان عبارة عن مكرونة سباكتي ومكرونة كمان فرن او مكرونة بالبشاميل، وكمان في كم قطعة بانيه كده وبطاطس وكل سلوم. طبعا بعد كده خلصنا الغدا ونزلنا بقى ايه بالليل. ده كان طفطف معدي من قدام الفندق، وده بقى الشارع اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا وريت لكم من الفندق. كان قدامه ملاهي كده، فدخلنا الملاهي شويه لان كان معانا برضو اطفال وحبينا نلعبهم يعني. وكانت الملاهي برضو حلوه، ويعني كان بصراحه اليوم جميل قوي. انا اتبسطت جدا، وكمان قررت العب انا كمان، مش معنى انا ملعبش. دخلت بقى ركبت العربيات، دي اللعبة الوحيدة اللي ركبتها اصلا، دي الحاجة اللي لقيتها مناسبة لسني بصراحة.
فكانت يعني كويسة واتبسطت هناك. وطبعا ركبنا بقى كلنا انا وقرايبي واتبسطنا يعني ان احنا كلنا كنا متجمعين وعمالين بقى بنلعب مع بعض. بعد كده ايه، حبيت اختم كده اليوم بتاعي وجبت ايس كريم. عايزة اقول لكم ان الايس كريم ده كله ب15 جنيه، يعني شفتوا انا لو جيت اجيبه من هنا في بورسعيد مش اقل من 30 40 جنيه. وطبعا عايزة افنش معاكم الفيديو، وفي جزء تاني لاني انا ما حبيتش ان الفيديو يكون طويل. فلو عاوزين تعرفوا ايه اللي حصل في باقي الايام تابعوا معايا الفيديو واستنوا الجزء التاني لما ينزل. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.